البيضات وفوات المصحاب في صوبات البيضات وفوات المصحاب في صوبات البيضات وفوات المصحاب في صوبات البيضات وفوات. السياق اللي حنا جينا نحتجوا عليه اليوم هو ما وقع ويقع في مدينة الدار البيضاء في كل مرة يعطلوا فيها المطار. حينما يعطل المطار الواقع اللي كاين في الدار البيضاء هو انه يعني كيكثروا الضحايا، كاين مواطنين متضررين في كل مرة وحين، خسائر مادية، خسائر في أرواح، ولا مستجيب. حنا جينا عند تحتجوا على مجلس المدينة لكي نقول لهم كفى عبة وتحملوا مسؤوليتكم، انتوما والسلطة والسلطات المحلية بالدار البيضاء، ماشي غير مجلس المدينة، ولكن مجلس المدينة ضروري يتحمل مسؤولية، لأن بدون تحمل مسؤولية بدون ما يصيفطونا عند شركات اللي ما انتخبناش عليهم، اللي ما عندنا علاقة بهم، شركات اللي حنا بعادين عليهم، هما اللي يتعاقدوا معاهم. المواطن لا حق لا 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 علاقة له بالشركات، المواطن عنده علاقة بالمنتخبين في المدينة، هما الذين ينوبوا عليهم، هما اللي خصهم يدافعوا عليهم، وماشي كل مرة يهطل المطار اللي كنديروا رسالة استسقاء باش ينزل المطار واللي عندنا كارثة. في خطر هذا عار سكينة في خطر. الفاعلين اللي كيتحملوا المسؤولية هما اللي كيباشروا المسؤولية ديال التدبير ديال الشؤون ديال الدار البيضاء. عندنا أولا مجلس المدينة، عندنا يعني بجميع المسؤولين ديالو ورؤساء ديال المقاطعات، عندنا كذلك ولاية جهة الدار البيضاء سطات اللي كيتوجد على رأسها الوالي، وكذلك المصالح التابعة عليه اللي معنية بهاد مثل هاد القضايا. عندنا كذلك الشركة الفرنسية لاليديك اللي مفوت ليها التدبير المفوض ديال هذا القطاع هذا، وبطبيعة الحال كاينه مسؤولية المركزية ديال الحكومة لأن حتى هي معنية. التساؤل اللي كيتطرح يعني ملي بدات الشتا كت يعني الأمطار الغزيرة في الدار البيضاء، كنظن من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وهاد الجهات كلها كتفرج على الدار البيضاء كتغرق، لم تتحمل المسؤولية ديالها في الوقت المناسب. مثل هاد الكوارث كانت كتقتضي خلية ديال أزمة للتتبع اليومي والمباشر لهذه القضايا هذه والتواصل مع المواطنين. يعني ترك المواطنون على حالهم، غرقوا الديور، غرقوا ليكاف، يعني الناس توقفت وسائل النقل، وحتى الجمعة عاد كيوقع الاجتماع اللي وقع في اللي ترأسوا الوالي ديال ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وذاك الاجتماع كيخرج بواحد البلاغ بالنسبة إلي حينما قرأته هو بلاغ فضفاض، ما فيه حتى شي حاجة واضحة ودقيقة، ما فيش شنو هي المهام والجدولة ديالها اللي غادا دار في مرحلة المقبلة. لا يعقل باش تعطي صوتك لهاد المنتخبين تتلقاهم الغد كما تنقول لك تيديروا القناع ولا تيسدوا عيونهم على ما يقع. اليوم حان الوقت للمحاسبة، حان الوقت لأنهم يعطيونا تقارير واضحة، وحان الوقت ماشي أنهم يعطيو يلوموا الآخرين، بل هما اللي منتخبين، هما اللي عطاو المجتمع للناس مواطناتهم، هما اللي عطاوهم أصواتهم باش يعطيوهم تقارير واضحة. كان خاصهم يحميونا، كان خاصهم يحميو المواطن، كان خاصهم يوقفوا معاهم، كان خاصو يديروا بزاف الحوايج اللي تقدر ان تبين بالملموس انهم قاموا باشياء ايجابيه لداخل مدينه الدار البيضاء. واليوم والحساب ولا بد.